جزاكم الله خيرا. المستمع يوسف الإبراهيم من عنيزة بعث يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، في باب الإيمان بالقضاء والقدر يوضح لنا الله عز وجل ويوضح لنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكتب عليه الشقاء أو السعادة وهو في بطن أمه، فكيف يكون الجمع بين ذلك وبين محاسبة الإنسان على شيء قد كتبه الله عليه؟ وهل الإنسان مسير أم مخير؟ نريد هذا بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. الدخول في أمور القدر والبحث عنها، المسلم في غنى عنه، لأن القدر سر الله سبحانه وتعالى، وإنما الإنسان مأمور بأن يعمل الأعمال الصالحة وأن يقوم بالطاعات وأن يتجنب المحرمات، وعنده الاستطاعة والقدرة على ذلك والحمد لله. والله جل وعلا لا يعذبه على القدر وما قدر عليه، وإنما يعذبه على أفعاله هو. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فواجب الإنسان أن يستغل طاقته واستطاعته وقدرته وعمره وقوته فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وأن يترك عنه التساؤلات والسؤال عن القدر، هذا راجع إلى الله جل وعلا. وأما أن الإنسان مسير أو مخير، الإنسان ليس مسيرا مطلقا ولا مخيرا مطلقا، فهو من جهة أقدار الله عليه من الصحة والمرض والغنى والفقر والموت والحياة، هذا مسير لا دخل له فيه، وإنما هذا حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وأما من ناحية الأعمال، فعل الطاعات وترك المحرمات أو الوقوع في وترك المحرمات أو الوقوع في المعاصي واتباع الشهوات، فإنه مسير، فإنه مخير في هذا، لأنه يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، ويعرف الضار من النافع، وهو ممكن من ذلك. فإن استغل قدرته وطاقته في طاعة الله صار خيرا له، وإن استغلها في معصية الله صار شرا له، وهو الملوم أو هو المثاب على أعماله الصالحة. فكل يستطيع أن يصلي، أن يصوم، أن يحج، أن يعمل الأعمال، أن يتصدق، أن يعمل الأعمال الصالحة، وأن يترك الأعمال المحرمة. اللهم إلا من عجز عن ذلك عجزا ظاهرا ولم يكن معه استطاعة، فإن هذا لا يؤاخذ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أو إنسان ليس عنده عقل، هذا مرفوع عنه القلم. أو إنسان صغير لا يميز بين الضار والنافع، مرفوع عنه القلم. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: صغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. كذلك المكره، إذا أكره الإنسان على شيء بغير استطاعته فإنه مرفوع عنه الحرج. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه. فالإكراه له حال، له حكم، عدم الاستطاعة له حكم. أما الإنسان المختار فهذا ليس له عذر في أن يعصي الله، وليس له عذر في أن يترك طاعة الله عز وجل، لأنه تركها باختياره ومشيئته وهو قادر عليها. الإنسان له مشيئة وله إرادة بها، يستطيع أن يفعل أو يترك. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أخبر أن للعبد مشيئة وأن لله مشيئة، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ومن علم الله منه الرغبة في الخير والإرادة للخير أعانه على ذلك ويسره له. ومن علم الله منه سوء النية وقبح الطوية والخبث، فإن الله يخلي بينه وبين ما أراد عقوبة له، كما في الآيات التي سمعنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى العبد فعل الأسباب.